بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين المشاهدين، تحية طيب. بعد أخوكم جمال باظفار يحييكم في مقطع جديد من مقاطع تعلم مع الجمال. طبعا استغربت، يعني تابع مواقع في الإنترنت وأيضا في اليوتيوب، قنوات في اليوتيوب مثل قناة الجزيرة وقنوات أخرى متخصصة مثلا في مجال ميكانيك السيارات، في مجال مثلا التكييف، وتفاجأت صراحة بالحملة الشرسة على البضائع والمواد والأجهزة وكل شيء، يعني بخصوص الإمارات العربية المتحدة الحبيبة. طبعا يا أخواني، دولة الإمارات العربية المتحدة دولة كبيرة ودولة صناعية ودولة تجارية ودولة منفتحة على العالم، وبالتالي في عندنا مثلا موانئ، الحمد لله والشكر، موانئ صناعية، موانئ تجارية، عندنا شركات صناعية، شركات تجارية، عندنا بعد ماركات مثل ما يقولون عالمية تعمل وتصنع ومن الإمارات نفسها من هنا. وبالتالي سمعة الإمارات أمانة يعني تشجع كل الدول الكبيرة أو الدول الصناعية أنها تفتح فروع عندنا هنا في الإمارات، وبالتالي يعني يكون لها مثل مركز إقليمي أو مركز صناعي، مركز تجاري، أنها توزع بضائعها للدول المجاورة والدول القريبة. طبعا المستغرب منه أنه يوم يجي واحد يتكلم عن بضاعة، يوم يتكلم عن بضاعة أو يتكلم عن جهاز أو يتكلم عن مادة، يطري أو يذكر الإمارات بشكل عام، يعني يقول هذه البضاعة من دولة الإمارات، هذه المادة، هذا الجهاز من دولة الإمارات، هذا يا أخواني نحن شخصيا، أنا شخصيا عندما مثلا أتكلم، إذا كنت مثلا بتكلم عن شيء ما أعمم، طبعا في الجيد في السيء وفي الجيد في الرديء وفي الممتاز، في البضاعة الكواليتي الصنف الأول، في الصنف الثاني، في الصنف الثالث. وبالتالي يا أخواني، أي شخص، أنا أتمنى أي شخص إذا راح يتكلم في مواضيع مثلا الجودة، مواضيع مثلا البضائع، مواضيع المواد، الأفضل أنه يتكلم عن المادة نفسها أو عن الجهاز نفسه أو عن القطعة أو عن الأداء اللي هو يتكلم عنها، وما يعمم بشكل عام، ما يقول والله البضاعة مثلا الإماراتية، البضاعة مثلا السعودية، البضاعة مثلا البحرينية، البضاعة مثلا العراقية، الأردنية، أي بضاعة ما يجلس يعمم بشكل عام، ما يقول والله البضائع هذه كلها مضروبة، ممكن تكون في بضاعة واحدة أنت عندك مثلا يعني عانيت منها تجربة سيئة، ما استفدت من هذه البضاعة من هذا الجهاز، وبالتالي أنت جالس تتكلم عن البضائع بشكل عام. الحمد لله والشكر، نحن عندنا مثلا هيئة المواصفات، عندنا هيئة الجودة، عندنا هيئات معتمدة عالمية. هيئة المواصفات هذه ممكن تأخذ منها المواصفات اللي أنت تريدها، وبالتالي تعتمد لك أي جهاز، أي مادة، أي أداة تستطيع أن تستخدمها حسب المواصفات العالمية والمقاييس المعتمدة. هذا طبعا أنا حابة أن أتكلم في هالموضوع، صراحة كنت متردد، يعني قلت ما بتكلم، ولكن شفت أن المقاطع هذه كثرت بالإساءة عن الأجهزة والمواد الإماراتية والبضائع الإماراتية. الحمد لله والشكر، نحن دولة نصدر، نستورد، نعيد التصدير أيضا، عندنا مصانع الحمد لله. أي شخص راح يجي يشوف مثلا دبي، الفجيرة، رأس الخيمة، عجمان، الشارجة، أم القوين، بوظبي، كل هذه الإمارات الحمد لله والشكر، إذا ما نسيت أي إمارة، كل الإمارات هذه الحمد لله والشكر إمارات تجارية، والحمد لله تتاجر، عندها صناعة، عندها مثلا إعادة تصدير، عندها توريد واستيراد وتصدير. ولذلك يا أخواني أنا يعني حاب أن أتكلم، متابعيني أنبه عن متابعيني الأحباء والأشقاء في جميع الدول، أقول لهم إذا مثلا شاهدتوا مثل هذا المقاطع ومثل هذه القنوات، أرجو أنكم ما تتبعون هذا الأسلوب، أسلوب تنكيل، أسلوب
مثلا التنزيل، اسلوب الخيانة، اسلوب تنقيص من دولة الإمارات أو دولة أو أي دولة أخرى. تحدثوا عن بضاعة، تحدثوا عن مادة، تحدثوا عن جهاز، وهذا أفضل. أعطيكم أيضا على سبيل المثال الصين، أحد الدول الحين العظيمة والمثلا الكبيرة والمنتجة والمصدرة والمصنعة لجميع الأجهزة، حوربت من قبل الدول العظمى سابقا، والآن هذه الدول العظمى اللي كانت تحاربها وتحارب الصين وتحارب الصناعة الصينية مثلا الرديئة، الآن هي أيضا تصنع موادها وتصنع أجهزتها والأشياء والمعدات في الصين وتصدرها من الصين إلى دولها. وبالتالي هذه الإساءة اللي مثلا تخص دولة الإمارات الحبيبة، بالعكس أنا أشوف أنه راح تكون إن شاء الله جيدة، وراح مثلا ترفع من سقف الطموح، من سقف الجودة، ومن سقف مثلا جلب هذه الدول، لأن نحن الحمد لله دولة منفتحة على كل شيء، دولة موفرة كل شيء، دولة فيها مثلا التاجر سواء الأجنبي سواء المواطن سواء الوافد العربي، كلهم سواسية، لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. الحمد لله والشكر، حبيت أني أتكلم في هذا الخصوص، هذا ليس من اختصاصي، ولكن الحمد لله عندي متابعين، أعتقد أنهم من حقهم أنهم يعرفون وجهة نظري، ومن حقهم أنهم يستمعون للطرف الآخر. ما أدري ليش صراحة هذه الحملة خاصة من قناة الجزيرة، التشويه هذا غير جيد، ولا يضر أصلا دولة الإمارات، لأن دولة الإمارات لا تنظر إلى هذه القنوات، إلى هذه الدول مثلا الصغيرة بهذا الشكل، ولكن تنظر إلى الدول الكبيرة، تنظر إلى الدول العظمى، وتحاول أن تكون في مصاف الدول هذه العظمى. أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى من تعلم مع جمال. شكرا جزيلا.